اليوم عرفتوا ان احنا صرنا بشباط. بتعرف شو يعني شباط؟ بيك اليوم عرفتي؟ اليوم عرفت شو عملنا؟ شو صار بالكانون الاول والكانون الثاني؟ فقررت هيدي السنة اعمل شيء مختلف، اعمل شيء اسمه شانتالز 2020 ويكلي تشالنج. يعني بدل ما نحط كل هالاهداف لكل السنة نقعد 365 يوم نجرب نشرب مي، نحكي مع العالم اللي بنحب، نقضي وقت مع عائلة، نعمل سبور، نحضر تيابنا ونعمل كل هيدي الامور، ليه ما بنعمل شغلة وحدة كل اسبوع؟ فاللي رح نعمله هو بكل بساطة كل هالجمعة يا رح طلع فيديو إذا زبطت معي الوقت يعني، أما رح أكتب بلوج بوست وهيدي أكيد بتزبط معي، عن ويكلي تشالنج، عن شغلة لازم نعملها هيدا الأسبوع، كرمال نجرب نقرب أكثر على الأهداف اللي نحن عبالنا نعملها. ترقبوا كل نهار جمعة تعرفوا شو الويكلي تشالنج تبعنا. هل أنتوا بهمكم تكونوا جزء من هيدا التشالنج؟ إذا إيه عملوا سبسكرايب على البلوج تبعي تي كل أسبوع يجيكم باي إيميل كل الديتيلز. في شغلة تانية رح تصير هيك مفيدة لنقدر نشجع بعض، لأنه عادة وقت الشخص يقول قدام حدا إنه أنا عم بعمل هيدا الشغلة ما في يتراجع عنها. يعني إذا أنا جيت قلت لكم كل أسبوع حطلع فيديو عملته بلوك بوست ما فيني أروح أختفي لأنه في عندي أشخاص ناطرين هيدا الشيء. فإذا أنتوا كمان خبرتوا عالم وأنتوا مشتركين بهيدا التشالنج رح تصيروا أنتوا متحفزين أكثر إنه تشاركوا فيه وتعملوا عدة أمور. بدي تعملوا سيلفي تكتبوا فيها I'll be participating in hashtag Chantal's 2020 weekly challenge. بخليني أول شيء أنا أعرف إنه أنتوا عم تشاركوا بهيدا التشالنج، بخلوا كل العالم اللي حولكم يعرفوا. ساعتها بعدين بخبركم شو رح نعمل تنبقى نتواصل مع بعض كلنا نخبر بعضنا كيف كان كل اسبوع، لانه ما تنسوا في جزء مهم من هذا الموضوع وكيف نحن عم نخبر بعضنا وشو عم نعمل وزبطت معنا وزبطت معنا.